السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب الصف الثالث الإعدادي. أهلا بكم. النهاردة هنبدأ مع بعض منهج الترم الثاني، الوحدة الأولى عندنا باسمها البيانات. طيب تعالوا كده نتعرف مع بعض على الوحدة الأولى وإيه اللي هيقابلني فيها. الفصل الدراسي الثاني زي ما قلنا. الفصل الأول أو الوحدة الأولى عندنا اسمها البيانات، داتا. طيب اول حاجه عايز اعرفها هي ايه انواع البيانات اللي هتقابلني. طب تعالوا واحده واحده كده، هو اصلا يعني ايه بيانات؟ بيقول لك ان البيانات دي هي اي شيء يتم ادخاله على الكمبيوتر يسمى بيانات. لو دخلت صوره، لو دخلت صوت، لو دخلت نص، لو كتبت حرف، لو ضغطت بالماوس، اي حاجه من الحاجات دي احنا بنسميها بيانات. طب ايه انواع البيانات اللي عندي؟ قال لي اولا البيانات الرقميه. يعني ايه بيانات رقميه؟ هي بيانات على شكل أرقام، بس خلي بالك من الملحوظة دي، هي بيانات على شكل أرقام يمكن عمل معادلات حسابية عليها. تاني، يعني مثلا ما جيش أقول لك إن رقم تليفون زيرو كذا 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 تقول لي ده بيانات رقمية، هقول لك لا طبعا غلط. ليه؟ لأن أنا ما أقدرش أعمل عليها عملية حسابية. طيب تعالى كده نشوف. قال لي البيانات الرقمية دي بتنقسم عندي إلى رقمية صحيحة وليهم أربع أنواع. يبقى تاني، البيانات منها البيانات الرقمية، والبيانات الرقمية في بيانات رقمية صحيحة اللي هو بايت شورت انتجر لونج. أربع أنواع بيانات من دول، بايت شورت انتجر لونج. طيب نشوف كده مع بعض. وبعد كده البيانات الرقمية الغير صحيحة، نوع تاني من البيانات اسمه البيانات الرقمية الغير صحيحة. طب بالراحة، يعني ايه بيانات رقمية صحيحة؟ بيانات رقمية صحيحة هي البيانات التي تحتوي على أرقام يمكن عمل معادلات حسابية عليها. ده واحد. اتنين، هي الأرقام الصحيحة بدون كسر أو علامة عشرية. كم نوع عندي البيانات الرقمية الصحيحة؟ أربعة، بايت شورت انتجر لونج. طيب النوع التاني البيانات الرقمية الغير صحيحة، كم نوع دول؟ أربعة، آسف تلاتة. طيب تاني، البيانات الغير صحيحة هي البيانات اللي فيها ايه؟ علامة عشرية. تمام، سنجل وديسيمال ودبل، التلاتة دول هم البيانات الرقمية الغير صحيحة. بعد كده قال لي ثانيا البيانات الحرفية، والبيانات الحرفية دي يتم الإعلان عنها أو أنواعها، نوع اسمه سترينج ونوع اسمه تشار. سترينج ده أنا بستخدمه لعمل سلسلة حرفية، مجموعة جمل. لو هكتب مجموعة جمل أو مجموعة كلمات يبقى نوع البيانات ده اسمه سترينج. طب النوع التاني تشار، يستخدم لإدخال حرف واحد فقط. بعد كده البيانات المتنوعة، وهم ثلاث أنواع، Object Data Boolean. Object Data Boolean البيانات المتنوعة بقى، بص الملحوظة دي، بيقول لك لا تندرج تحت تصنيف البيانات الرقمية أو الحرفية. يتم الإعلان عن التاريخ أو الوقت، النوع اسمه داتا. يتم الإعلان عن البيانات المنطقية اللي هي بولين وتأخذ صح أو غلط اللي هو ترو أو فولس. يعني إيه الكلام ده؟ بص يا سيدي، أنا قلت لك إن أنا عندي كام نوع من البيانات؟ أول حاجة بيانات رقمية صحيحة اللي فيها أرقام وأرقام صحيحة. النوع الثاني بيانات رقمية غير صحيحة. النوع الثالث البيانات الحرفية اللي بكتب بيها أي حاجة نصوص، سواء جمل أو بكتب فيها كلمة واحدة أو حرف واحد. النوع بقى اللي بقول لك عليه دلوقتي اللي هو البيانات بقى اللي تنفع تبقى أرقام ولا تنفع تبقى حروف، زي إيه؟ زي الصور، زي إيه؟ زي التواريخ، زي إيه؟ زي علامة صح وغلط. يعني أوبجكت وداتا وبولين دول بيانات لا هي تنفع تكون رقمية ولا هي تنفع تكون حرفية. تمام؟ طيب يعني إيه بقى البيانات اللي هي المتنوعة دي؟ زي ما قلت لك التاريخ، الوقت، علامة صح وغلط، دي كلها بيانات غير بيانات، غير البيانات الرقمية وغير البيانات الحرفية. طيب بعد كده هنتكلم عن حاجة اسمها الثوابت والمتغيرات. طيب نقف شوية هنا بس ونتكلم يعني ايه نقصد بايه بالثوابت والمتغيرات. في الترم الاول انا عرفت حضرتك ان الكمبيوتر ده وكان هدفه من غير ما انا حتى اعرفه لك هو راحة الناس، راحة الشغل، يخليني اعمل شغل انا مرتاح. طيب لو انا هنا دلوقتي عندي حاجة اسمها ثوابت ومتغيرات، دول عبارة عن ايه؟ لو انا بشتغل على حاجه الحاجه دي ليها قيمه ثابته او كل شويه هي نفس القيمه ما بغيرهاش، فبدل ما انا كل شويه اكتبها
قال لي انت بتكتبها مره واحده وبتثبتها، وهو البرنامج بتاعنا او الفيجوال بيزك بيتعامل معاها ان هي خلاص بكتب اسمها مره واحده وهو بيبقى عارف قيمتها. زي ايه؟ زي مثلا قيمه طه الرياضيه، ادام قيمه ثابته يبقى انا ينفع ان انا اثبتها عندي مفيش مشكله، وافضل كل مره اكتب اسمها هو بيبقى عارف القيمه بتاعتها. طيب نشوف كده مع بعض. اولا الثوابت عباره عن اماكن محجوزه بذاكره الكمبيوتر، هي مجموعه من البيانات اللي اتكلمنا عنها بتكون محجوزه في ذاكره الكمبيوتر. طيب عند الاعلان عن الثابت لابد ان نحدد له اسم وقيمه. عند الاعلان عن الثابت لابد ان نحدد له اسم وقيمه. الثابت ده لازم يكون ليه اسم، وبعدين لازم يليق قيمة، قيمة ثابتة عندي. قيمة الثابت لا تتغير أثناء سير البرنامج. الثابت ده بديله قيمة، القيمة دي بتفضل ثابتة معايا ما بتتغيرش. يعني إيه قيمة التيار الرياضية اللي هي كام يا مستر؟ 22 على 7 أو 3.14 من 100، ينفع تتغير يا أولاد؟ لا، يبقى تفضل عندي قيمة ثابتة. طيب مثال للثوابت، قيمة طه الرياضية اللي لسه قايل لك عليها. قيمة عجلة الجاذبية، سرعة الصوت والضوء، دي أرقام ثابتة مفيش فيها تغيير، هي نفس الأرقام من أول ما اكتشفناها لحد ما لا نهاية، الأرقام دي مش هتتغير، فبالتالي دي أرقام ثابتة. طيب الإعلان عن الثوابت، إزاي بقى أعمل إعلان عن الثوابت؟ إزاي أعرف الكمبيوتر إن اللي جاي عندك ده اسمه ثابت؟ قال لي يتم الإعلان عن الثوابت عن طريق الصيغة التالية: كونست بكتب كلمة اسمها كونست، وبعدين اسم الثابت بختار له اسم، ثلاثة as، وبعد كده نوع البيان، وبعد كده القيمة. تاني يا شباب، أنا وقت عايز أعمل ثابت، أحط ثابت جوه برنامج الفيجوال بيزك، أحطه إزاي؟ قال لي لازم أكتب الصيغة دي كونست، زي ما احنا شايفين كده مع بعض، هكتب هنا كونست تمام، وبعد كده أختار اسم للثابت. خلي بالك مش اي اسم ينفع، ده احنا لسه دلوقتي هناخد حاجه اسمها شروط التسميه، وبعد كده از، وبعد كده نوع البيان. ثانيه واحده، بيان ايه يا مستر؟ وانا مش قلت لك عندي البيانات اربع انواع؟ اللي هي بيانات رقميه صحيحه وغير صحيحه ومتنوعه وحرفيه، صح؟ طيب الثابت ده بيانات ايه؟ يا مستر ده كده يبقى بيانات رقميه. طب ثواني، صحيحه ولا غير صحيحه؟ هو قيمته يا مستر 3.14 من 100، يعني بيانات غير صحيحه لان في علامه عشريه، يبقى هنا نوع البيانات هيبقى بيانات غير صحيحه، وبعدين القيمه اللي هي القيمه اللي هتفضل ثابته اللي هي طه بتساوي 3.14 من 100. طيب شروط التسميه بقى، علشان اعمل تسميه او اسمي ثابت او متغير لازم اختار له مجموعه او في شروط كده تنطبق على الاسم. واحد، أن يبدأ اسم الثابت أو المتغير بحرف أو علامة الشرطة السفلى، الشرطة اللي موجودة دي اللي هي احنا كنا بنسميها underscore. الشرطة دي الاسم يبدأ بيها أو بيبدأ بحرف بالإنجلش. ألا يحتوي الاسم، أيوة، على أي من الرموز والعلامات الخاصة زي اللي قدامك ده. ما تجيش تكتب لي الاسم وتقول بقى مستر بص أنا هشيكهولك بقى، فتحط نجمة وتحط علامة زائد وتحط علامة تعجب وعلامة الاستفهام جنب الاسم، اللي هو كنوع من أنواع الإيه؟ إن أنت بتخلي الاسم مميز. لا، الاسم ما ينفعش يكون كده. ألا تستخدم الكلمات المحجوزة للغة الفيجوال بيزك مثل دبل دايم تكست سنجل. بص يا سيدي، احنا اللي بنعمله ده بيتنفذ جوه برنامج الفيجوال بيزك، صح؟ صح. في كلمات بقى احنا عارفينها من الترم الأول هي أصلا كده كده أوريدي موجودة جوه الفيجوال بيزك، كلمة دبل، كلمة دايم، كلمة تكست، كلمة سنجل، كلمة فورم، كل الكلمات دي هي اصلا موجوده جوه البرنامج، فما تختار ليش انت اسم ثابت او اسم متغير يكون ليه نفس الاسم، هيترفض. المتغيرات، قال لي هي عباره عن اماكن محجوزه في ذاكره الكمبيوتر. تاني برضو، ما هي زيها زي المين، زي الثوابت. يتم تحديد اسم ونوع المتغير عند الاعلان عنه. لو انا عايز اعمل اعلان عن متغير لازم احدد له اسم ونوع. قيمه المتغير تتغير اثناء تشغيل البرنامج. تاني، الثابت ليه اسم تمام وليه نوع بيانات تمام وليه قيمه، ركز. المتغير ليه اسم تمام وليه نوع بيانات تمام لكن ملوش قيمه. ليه؟ لان هي اصلا القيمه دي هتبقى متغيره،
فانا مش هينفع اثبت له قيمه وانا اصلا هو كده كده اسمه متغير. طب نفترض مثلا مستر ان انا حطيت له قيمه، ايه اللي هيحصل؟ لو انت حطيت له قيمه هتبقى اسمها قيمه متغيره، يعني قيمه مبدئيه اللي هي بتتحط بس معروف ان هي كده كده هتتغير كمان شويه. مثال للمتغيرات، سعر السلع والمنتجات دي حاجات متغيره، النهارده بسعر بكره بسعر، قيمه ضريبيه برضو هكذا، المرتب ودرجات الطالب نفس الموضوع. طيب الاعلان عن المتغيرات، انا قلت لك بعمل اعلان عن الثوابت بكلمه اسمها كونست، اسم الثابت از يساوي القيمه. طب هنا يتم الاعلان عن الثابت عن طريق الصيغه التاليه، اسمع الصيغه يا سيدي، دايم اسم الثابت از نوع البيان، تاني دايم اسم الثابت از نوع البيانات. طب فين يساوي؟ مفيش. ليه؟ علشان يا مستر ده ليه قيمه متغيره فمش هينفع اثبتها. طب لو نفترض ان انا حطيت له قيمه تبقى قيمه ايه؟ الله ينور عليك، قيمه مبدئيه. في حاله الاعلان عن المتغيرات لا يتم اضافه قيمه، واذا تم وضع قيمه تكون مبدئيه زي ما قلنا. بعد كده نروح على حاجه اسمها جمله التخصيص، يقصد بها تغيير او تعيين قيمه للمتغير او الثابت. بص يا سيدي، لو انا دلوقتي عندي متغير حلو هو ملوش قيمه، جميل، ويفضل كده ملوش قيمه، قال لي لا يعني سعر السلعه دي يا مستر ملهاش قيمه، لا ليها قيمه. طب هيجيبها منين ادام انا اصلا ما حطيتلوش قيمه من الاول؟ قال لي عن طريق حاجه اسمها التخصيص. تعال نشوف كده التخصيص ازاي. جمله التخصيص تتكون من طرفين بينهما علامه تساوي. طب هوضح لك النقطه دي، الطرف الايمن هو القيمه والطرف الايسر هو اسم الثابت. طيب هنشوف برضو الكلام ده في الامثله زي ما قدامنا كده. ده الطرف الايسر اللي هو قدامنا كده على الشمال ده اهو، وبعد كده علامه التخصيص، وبعد كده الطرف الايمن. يعني ايه؟ ده الطرف الايسر المتغير A يساوي 5، A يساوي 5، B يساوي A، المتغير B يساوي قيمة المتغير A، المتغير B يساوي A زائد 3 في 2، احسب الحسبة دي هيطلع لك قيمة B. أو textbox.text.egypt دي حاجة اسمها حسب طبيعة الخاصية. يبقى تاني، كم نوع من أنواع جمل التخصص؟ أدي واحد قيمة مجردة A بيساوي 5، قيمة من متغير يعني أقول له A بيساوي المتغير B، قيمة من تعبير اللي هو A بيساوي التعبير اللي قدامك ده، العملية الحسابية دي، خلاص. بعد كده حسب طبيعة الخاصية اللي هو الطرف الأيسر اللي هو ده هيساوي الطرف الأيمن اللي هو ده، يعني حاجة أقول له تكست بوكس ده الصندوق ده هيساوي كلمة Egypt. واضحة؟ يبقى دي كده جمل التخصيص. تاني، مجردة من متغير من تعبير من خاصية. تاني الجمل التخصيص يا شباب بتتكون من واحد قيمة مجردة، اتنين قيمة من متغير، تلاتة قيمة من تعبير، أربعة قيمة من خاصية. الشكل العام بتاعها الطرف الأيسر هو فيه المتغير، في النص علامة التخصيص، الطرف الأيمن هو فيه الإيه؟ القيمة. نروح بقى الجزء كمان اللي هو أولويات تنفيذ العمليات الحسابية. دلوقتي أنا عندي عملية حسابية عايز أعملها. حلو يا مستر. طيب إيه الأولويات؟ يعني بعمل إيه قبل إيه؟ طيب تعالوا نشوف كده مع بعض. عند تنفيذ العمليات داخل الأقواس من الخارج، تنفيذ العمليات داخل الأقواس من الداخل للخارج. لو عندك أقواس، الأقواس اللي جوه الأول لازم تفكها. تنفيذ الأس، لو في عمليات أس لازم تفكها. تنفيذ عمليات الضرب أو القسمة من اليسار إلى اليمين. تاني، أنا دلوقتي عندي عملية قسمة من اليسار لليمين، طب ضرب اللي هيقابلني الأول مين؟ الضرب والقسمة الاتنين زي بعض، اللي يقابلني الأول من اليسار لليمين بعمله الأول. تنفيذ عمليات الجمع والطرح من اليسار لليمين. تاني يا شباب، أولويات تنفيذ العمليات الحسابية، أدي مسألة قدامك، رقم واحد كده فك الأقواس اللي جوه، وبعدين شوف لو في عمليات ضرب أو قسمة اعملها. طب أنهو الأول، الضرب ولا القسمة؟ اللي يقابلني من الشمال، عشان أنا بشتغل إنجلش، اللي بيقابلني من الشمال الأول هعمله، وبعد كده الجمع والطرح اللي يقابلني برضو من الشمال. مثال، ما الناتج النهائي للمتغير بي في التعبير التالي؟ أو بي يساوي 7 زائد 9 على 3. امشي كده معايا، 7 9 على 3، إيه الأول هنا الأولى؟
الاولى هنا يا مستر ان انا اعمل عمليه القسمه 9 على 3 فيها الثلاثه، حلو، يبقى 7 زائد 3 يديني 10. او هو بسم الله، اولا قسم 9 على 3، ثانيا الجمع، يبقى 7 زائد 3 يساوي 10. الناتج النهائي بي بيساوي 10. طيب نوع تاني بقى بيقول لك الاخطاء، ايه الاخطاء اللي ممكن تقابلني؟ قال يوجد 3 انواع من الاخطاء. اولا الاخطاء اللغويه. يعني ايه اخطاء لغويه؟ هي اخطاء في الصيغه العامه لاوامر اللغه تحدث عند كتابه الكود بشكل غير صحيح. بص كده يا سيدي، مثال، لو انا دلوقتي قلت لك انا المفروض بعمل اعلان عن متغير بكلمه اسمها دايم، صح؟ بص انا هنا لو غلطت وكتبتها داين يبقى ده اسمه ايه؟ قال يبقى اسمه خطا لغوي. بص كده، متغير خاطئ، نوع الخطا لغوي، لان الصيغه الصحيحه هي ده متغير خاطئ. ليه؟ لان المفروض كان يتكتب كده دايم مش داين. ثانيا الاخطاء المنطقيه تحدث بسبب صياغه تعبيرات حسابيه او منطقيه بصوره خطا تؤدي للحصول على نتيجه خطا. يعني مثال او مثل الخطا الذي يستخدم في عمليات الجمع بدل الضرب. انا مثلا بقول لك ايه؟ المفروض اقول لك 3 زائد 5 المفروض يديني 8، لكن بقول لك 3 زائد 5 طلع لي 3 زائد 5 طلع لي 15. ايه ده ازاي؟ يبقى انا لو رجعت هلاقي ان العلامه اللي انا عاملها هي ما كانتش علامه زائد، هي كانت علامه في. دي اسمها الاخطاء المنطقيه. في عندي بقى اخطاء اثناء التشغيل، وهي الاخطاء التي يتم اكتشافها اثناء تشغيل البرامج تحدث عند تخصيص قيمه اصغر او اكبر من المدى المسموح. بص يا سيدي، انا قلت لك عندك البيانات فيها نوع من البيانات اسمه بايت. بايت البيان اللي اسمه بايت ده المدى بتاعه او بيحتوي على ارقام من 0 ل 255. طب افرض دلوقتي انا عامل بيانات من نوع بايت، وجيت وانا بدخل الارقام كتبت فوق ال 255، كتبت 300 مثلا، ايه اللي هيحصل؟ قال لي ده هيطلع لك خطا اسمه خطا ران تايم او خطا اثناء التشغيل، لان نوع البيانات اللي انت استخدمتها لا تتناسب مع المدى اللي موجود عندك. مثال اهو، عند الاعلان عن متغير من نوع بايت وعند تشغيل البرنامج تم اعطاء قيمه اقل من صفر او اكبر من 255 فتظهر رساله خطا اثناء التشغيل. زي ما قلت لك بالظبط، بايت ده من صفر ل 255 لا ينفع يتحط اقل من صفر ولا ينفع يتحط ازيد من 255.